الخدمات الصحية الطلابية في بريطانيا من الأمور التي ينبغي أن يضعها المبتعث في الحسبان فور وصوله لبريطانيا هي الإطمئنان إلى وجود رعاية صحية ذات جودة عالية، وذلك إذا ما تعرض إلى وعكة صحية طارئة. كيف يمكنك الحصول على خدمات الرعاية الصحية في بريطانيا؟ هناك عدة طرق يتم عن طريقها الحصول على الخدمات الطبية، أهمها دائرة الصحة الوطنية، وهي المؤسسة التي يحق فيها الطالب المبتعث تلقي الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات مجانا، وكذلك ستقوم بتوفير الاستشارة الصحية المناسبة لك. كيف تحصل على هذه الخدمة؟ إذا كنت طالبا ستقيم لستة أشهر أو أكثر، يتحتم عليك دفع رسوم مقابل التمتع بخدمات الصحة الوطنية ودفع رسوم أخرى مقابل التمديد. يتم تقديم وثائق توضح حالتك الصحية وبطاقتك التعريفية إلى طبيب عام محلي حتى يتسنى لهم متابعتك صحيا بشكل مستمر. يتم تسليمك بطاقة NHS وبواسطتها تتاح لك خدمات التأمين الصحي طوال فترة إقامتك كمبتعث. فحوصات دائرة الصحة الوطنية لا تشمل فحوصات العين والأسنان، فهي من الفحوصات غير المجانية. عليك القيام بشراء الأدوية التي ستحتاجها من الصيدلية على حسابك الخاص. ولمزيد من الاستفسار حول الدراسة في الخارج لكي تتلقى الخدمات الطبية في بريطانيا، تواصل مع فريق يوستادي.com.